يا صاحبي. نعم، سلم سلم عليك يا ابني. ليه كنت طب بيخلف ولا ايه؟ سلم عليك ليه يا صاحبي؟ يا ابني يا صاحبي، مش شايف هنا الشاب النرجسي ايه حكايته؟ زي نارسيس اللي اتكلم عنه الشاعر الروماني اوفيد في قصيدته ميتامورفيسيس اللي كتبها سنة 8 ميلادية. كان في الحقيقة بيحكي فيها عن اسطورة اغريقية، اسطورة الشاب نارسيس ابن اله النهر الاله كوفيسس. نارسيس ده كان شاب زي حياتك كده، وسيم جدا، بديع الجمال، وكان لفرط جماله البنات كلها بتقع في غرامه، الا انه بيرفض كل البنات اللي بتحبه بما فيهم حورية الغابة. كانوا بنات زي الرز كده، بنات زي الرز. المهم، تمنع نارسيس ده كان بيغضب آلهة الانتقام اللي قررت انها تنتقم منه وتصب عليه اللعنة. في يوم من الايام يروح نارسيس الوسيم ده يشرب من البحيرة، وبعدين يبص في المية فيلاقي صورته ويقع في غرام نفسه، ومن هذه اللحظة ما يشيلش عينه من على صورته لحد ما يموت مكانه. ومطرح ما مات تطلع زهراء صفرة جميلة اسمها نارسيس على اسمه، او تسمى حاليا بزهرة النرجس. ومن شخصية نارسيس الأسطورية عرف ما يسمى باضطراب الشخصية النرجسية، Narcissistic Personality Disorder. العالم النمساوي الشهير سيجموند فرويد كان بيقول النرجسية دي حاجة طبيعية في مراحل نمو الطفل، بس هي ممكن تكون اضطراب إذا فشل الطفل في إنه يتخطى هذه المرحلة، وكملت معاها هذه الصفات النرجسية بعد سن البلوغ. يعني هي حاجة كلنا كأطفال بنتولد بيها، لكن لو ما قدرناش نتفاداها يصبح عندنا الاضطراب ده. الشخص النرجسي في علم النفس يسمى بالشخص المتعطرس، الشخص اللي شايف ان هو مميز جدا ومش اي حد يقدر يفهمه. يعني انت لازم تبقى مميز زيه عشان تقدر تفهمه، او عبقري مش شخص عادي عشان تقدر تفهمه. يعني بالعامية كده شخص بيحب نفسه، شخص عايز يبقى زي السوبر ستار بالنسبة للفانز بتوعه، لما يروح لهم يتصوروا معاه، ازيك يا اسطى عامل ايه. يعني شخص النرجسي ده وحش والناس كلها بتكرهه؟ بالعكس، على الاقل في الاول بيبقى سهل جدا انه يكون صداقات جديده لانه عنده كاريزما عاليه واحيانا بيكون اتراكتيف. ده في الاول لما تكون العلاقه ما بينكم لسه سطحيه، لسه بتتعرفوا على بعض. الباحثين ستيسي كامبل وكيث كامبل بيقولوا ان في مرحله بدايه الصداقات الناس بتعجب بالشخص النرجسي لانه بيعرف يعمل انطباعات اولى كويسه، لكن بعد كده في المرحله الجايه من الصداقه، يعني في مرحله التعمق، تبدا تظهر الصفات النرجسيه واحده واحده وتفوح ريحتها. دايما برضو الشخص النرجسي ده كده يحب يحبط في الاخرين. يعني بكل بساطه الشخص النرجسي في مراحل بدايه الصداقات بيعرف يكون صداقات، لان واحد اتراكتيف على الناس، واحد يعني واحد له هيبه كده وسطهم فهم عايزين يصاحبوه. انما بقى في المراحل المتقدمه من الصداقات واحده واحده بيبداوا يكتشفوا فيه التغطرس والطمع وحب النفس انا احسن منكم، تمام؟ فبالتالي الصداقات تبدا تقل واحده واحده فيبعدوا. بس مش الصداقات بس اللي بيكون فيها مشكله للشخص النرجسي، لا دي كمان العلاقات الرومانسيه. بعض الدراسات بتقول ان علاقه الشخص النرجسي الرومانسيه ما بتكملش اكتر من 4 شهور وتنفصل على طول. يعني الشخص النرجسي ده عنده مشكله في العلاقات الفيس تو فيس. لو دخلنا بقى في مجال الالعاب شويه بالنسبه للشخص النرجسي او مجال الانترنت عامه، ففي دراسه اتعملت على 1500 واحد من كوريا الجنوبيه، لقوا ان الاشخاص النرجسيين عرضه اكتر ان هم يدمنوا لعبه زي لعبه وورلد اوف. في اللعبة دي تعتبر السيف زون بتاعت الشخص النرجسي، او تعتبر المنطقة الامنة بتاعته، لانه يقدر يتطور، كل ما يعلى يجمع اكسبيرينس وبوينتس اكتر واسلحة اكتر ويبقى اقوى، ولو هو حريف يبقى عنده برستيج كده وسط الجيمر. يا عم هنروح بعيد ليه؟ لعبة ببجي اهي، واحد زي ابن سوريا مثلا، جيمرز او اللي بيلعبوا ببجي بيحبوا يلعبوا مع ابن سوريا ليه؟ هل لسواد عيونه؟ لسواد شعره؟ لا، عشان حريف. فانت عايز تلعب معاه عشان الليفل اب بتاعك او الرانك بتاعك او الار بي بتاعك يعلى، عشان تبقى ليفل اب، عشان تتطور. انت بتلعب مع واحد حريف عشان هتكسب الجيم، فالدنيا هتعدي لو انت ما عملتش حاجه. حتى هو انا مش خبره في ببجي، احتمال اكون بهبل. لكن الشيء المفاجئ ان رغم كل عيوب الشخص النرجسي الا انه بيبقى انجح من الشخص اللي مش نرجسي. ده كمان يكون الشخص النرجسي ان هو الاصلح للقياده ممكن فعلا يخليه قائد. كتير من الزعماء والقاده ممكن يكونوا نرجسيين، ممكن زي الاسكندر الاكبر ونابليون بونابرت ورؤساء امريكا. رونالد لوجا استاذ علم النفس في جامعه براين جاب مجموعه من خبراء علم النفس وخلاهم يصنفوا الرؤساء الامريكيين من ناحيه درجه نرجسيتهم، وجاب مجموعه ثانيه من خبراء التاريخ وخلاهم يصنفوا الرؤساء دول من ناحيه كفاءتهم. وبعد ما شاف تقييم علماء النفس مقابل تقييم مدى الانجازات، لقوا ان الرؤساء الاكثر نرجسيه هم الرؤساء الاكثر فعاليه والاكثر تاثيرا. مايكل كوبي عالم الانثروبولوجي علم الاجناس مع دكتوراه من جامعه هارفارد وخبير في شؤون القياده بيقول ان الشخص القائد محتاج يكون عنده جرعه نرجسيه، يعني نرجسيه في مستوى مقبول مش مستوى مرضي مش مستوى اضطراب، عشان يبقى قائد ناجح. وهو بيسمي الاشخاص اللي عندهم كده productive narcissists. productive narcissists productive narcissists productive narcissists. الكلمه موجوده،
ماليش دعوة. هذا المايكل بيقول ان كتير جدا من قادة ثورة التكنولوجيا الحديثة زي بيل جيتس وستيف جوبز، الاتنين دول على حسب كلامه productive narcissists، يعني عندهم سنة او جرعة نرجسية. على فكرة الاهالي هما اللي ممكن يبوظوا ولادهم ويخلي عندهم نرجسية من غير ما يقصدوا، حبهم الزايد لولادهم. كتير من الاباء والامهات بيحبوا يشجعوا ولادهم وينموا ثقتهم بنفسهم، فبيمدحوا اطفالهم كتير جدا. يعني مثلا الام تسال ابنها سؤال كده، سؤال سخيف او سؤال بسيط، فيجاوب على صح، تبدا تطبل له بقى. اسمع التطبيل ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ في كده يا جدعان؟ انا عمري ما شفت كده. والقران هو ده اللي بيحصل. يعني ببساطه المديح اللي بتمدحه لطفلك انواع، في منه الصالح او في منه اللي بينفع وفي منه المضر على حسب كلام علماء النفس. يعني مثلا في حاجه اسمها البيرسون برايز، انك تمدح ذات الطفل او الطفل نفسه مش قراره او مش فعله. انت رائع، انت عظيم، انت ما حصلتش، اخرب بيتك كده. لكن في نوع اخر اسمه عيب، اسمه البروسيسور برايز، انك تمدح اداء الطفل او الطريقه اللي اشتغل بيها. انت عملتها صح، انت خلصتها بسرعه، انت لعبتها بذكاء. يعني البروسيسور برايز خلي الطفل عنده ثقه بنفسه من غير ما يفتكر انه احسن من الناس التانيه او انه لازم يبقى احسن من الناس التانيه. بعض العلماء اقترحوا ان المجتمعات الفرديه اللي بتركز على الفرد زي المجتمعات الغربيه والمجتمعات الراسماليه، النرجسيه اللي فيها اعلى من المجتمعات الجماعيه اللي بتهتم اكتر بالمجموعه والمجموع ككل زي مجتمعاتنا الشرقيه. يعني مثلا بعد هزيمه ادولف هتلر في الحرب العالميه الثانيه وسقوط المانيا، دخلوا الحلفاء وقرروا يقسموا المانيا. انجلترا وفرنسا وامريكا خدوا تلتين المانيا الغربي وعملوا فيها الديمقراطيه الراسماليه، ودي بقت المانيا الغربيه. الاتحاد السوفيتي خد التلت الثاني الشرقي وعمل فيه ديكتاتوريه شيوعيه، ودي بقت المانيا الشرقيه. وفضل الوضع على ما هو عليه لدرجه ان برلين عاصمه المانيا كانت مقسومه بسور، لا سور برلين، سور بس بيعزلها، ولكن بعد كده تم هدم سور برلين واتحاد المانيا تاني بعد سنه 1990. يعني هم شعب واحد وثقافه واحده، لكن جزء من دول عايش في المانيا الغربيه والجزء التاني عايش في المانيا الشرقيه. يعني جزء من دول عايش في ظل الشيوعيه والجزء التاني عايش في ظل الراسماليه. وبعد البحث لقوا ان نسبه النرجسيه عند الغربيين الراسماليين اعلى من نسبه النرجسيه عند الشرقيين الشيوعيين. احنا ممكن نكون ما بنحبش الشخص النرجسي لان ما حدش بيحب الناس اللي شايفه نفسها، ما حدش بيحب الشخص اللي شايف نفسه، اللي بيتعالى، اللي عايز مديح طول الوقت وعايز مديح على افعاله وقراراته اللي خدها وان هو صح وانت غلط. لكن في الحقيقه دي حاجات هو غالبا مش متحكم فيها، دي كلها اعراض واضطراب نفسي، ده مرض زيه زي الاكتئاب. طب ازاي احنا نتعامل مع هذا الشخص؟ هل نستحمله وناخده على قد عقله كده ونحتويه، ولا نديله بالشبشب؟ انا بقول نستحمله ونحتويه، خاصة لو كان وسيم. وانت بتسمعه دلوقتي طب تقول لي استحمله واحتويه ازاي؟ انك تعمله سبسكرايب ولايك دلوقتي حالا، استناه كمان 5 ايام عشان هو بيقدم مواضيع شيقة جدا ومثيرة للاهتمام.